السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نجرب، أعتقد ممكن يكون آخر فريق لنا ناشي، اللي هو فريق Rising of the Heroes Shield، اللي هو هذا الفريق. طبعا في نافومي، في هيستوريا، كان اسمها شو كان اسمها هاي؟ وين اسمها؟ رفتاليا. هلا بصراحة أنا رايزنج اوف ذا هيرو شيلد ما بحبهم، يعني الأنمي نفسه الجزء الثاني كان جدا سيء خاصة بدايته، بقى مشان هيك يعني شوي أنا هدول الشخصيات ما اهتميت فيها. يعني حتى لما إجا الكولاب ما لعبت اللعبة، تخيلوا لما إجا ريمورو، يعفو الله كم فيديو نزلت وكم شو سويت فيها، ما هدول يعني لا اشتغلت عليهم ولا طورتهم، حتى نافتي مدش كان اسمها الشخصية الثالثة تبعهم ما جبت لها ريليك تبعها، بس قول الحمد لله جبت له ريليك تبعه. طبعا خلينا نحكي على الشخصيات. طبعا اول شيء الباسيف تبعه، اذا حطيت على حالك ستانس اللي هو الحركه تبعه هاي، بزود البيسك ستاس تبع الالايز 30%، وبيرفع من الدفاع تبعه، وغير هيك كمان بيحط على اللي ضدك مارك اوف راث. مارك اوف راث بتعمل اذا انت عملت دمج زياده او عملت كارت الاي او اي، بتعمل دمج على 35% على كل مارك اوف راث. طبعا الريليك تبعه بهيل 350% من دفاعه لما يصير اتش بي او صفر، عرفتوا كيف؟ وليمت كاتبين مره واحده بس، يعني فيك تقول عنده ريفايف. هلا كمان في شغله اللي هو الستانس تبعه كثير كثير قويه، بتعمل تونت وبتزود الدفاع تبعه، الدفاع كل شيء بيتعلق بالدفاع 30%، وبتشيل الديباف من عن حاله، يعني فيك تحط عليه بس واحد ديباف، عرفتوا كيف؟ والحركة هاي بتعمل دمج 110 لكل الأشخاص من الدفاع تبعه، وبتعمل كيرس افكت اوف فور 110. الكيرس افكت شو هي؟ انه ما بتخلي اللي ضدك يعبي الالتيميت موف، الالتيميت تبعه، عرفتوا كيف؟ شايفين واحدة تنتين تنتين. الالتيميت تبعه بتعمل دمج حسب الراث تبعه، الالتيميت ممكن ما نقدر نعملها. هلا رفتاليا كمان اذا كان فريقك كله ازرق، بتعطيك ماكس اتش بي زياده من الدفاع تبعها، وهون بتعطيك دمج زياده 40%، وبتنقص الدمج اللي بيعمله اذا كان كل اللي ضدك او اللي معك كلهم نفس اللون. طبعا حركاته هجوميه، مشان هيك قلت لحالي بجربها وحطيت ليز الزرقاء معاهم لاني بدي حدا ازرق. هلا كنت عم فكر حط مثلا الفلتر اتريبيوت. هلا في عنا شخصيتين زرق قوايا ممكن نحطهم بالتيم، تصدقوا شغله، ممكن نحط كينج، وممكن نحط حتى شو اسمه اسكنور الازرق. اسكنور الازرق بصراحه شوي ضعيف، بعت لحالي خلينا نجرب هذا التيم ونشوف راح يكون قوي ولا لا. هلا ممكن والله نصدق شغله، ممكن نجرب كينج معاهم. هلا خلينا نجرب اول شيء ليز، بعدين بنجرب الدق اللي بعده، اذا ما عجبتنا بنجرب كينج. اعتقد كينج ممكن يكون كمان حلو، لانه يكون عندنا واحد تاني دفاعي او واحد تاني بيعمل دمج، مو بس نعتمد على رفتاليا. وهلا هو راح يعمل دمج، بس هو راح يطول لحتى يعمل دمج، عرفتوا كيف؟ يعني ما من اول لفه نضرب فيه. هلا بنشوف شو راح نعمل، لانه حتى اذا اللي معانا حلو حلو، السي سي تبعنا كمان جدا قليل بهذا التيم. هلا والله تصدق الشغله معانا كروت حلوه، ممكن نعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك اول لفه. شايفين؟ بس عشان نشوف فرق الدمج. شايفين الكروس؟ اوه ليفل 3 ممتاز، يا عفو الله. هلا ممكن يشيله هو او يحط، هو ليز هي. حلو، هذا جاب التيميت، شايف راح منه 40، ممتاز. هذا طلع ما بيعرف يلعب. هلا مين نحاول نقتل اول شيء؟ نقتل هي لانه هي اكيد عليها تارميل. ايوه نحاول نقتل هي، نحط مره ثانيه هاد. نضرب هي اول شيء، نعمل هي بعدين نعمل هي، خلينا نشوف الدمج اللي راح نعمله عليهم.
طبعا حاطين نناشي ورا. يا عفو الله الدمج شو قليل. سفر وفلاد هاي. ليش راح البفات من عليها؟ طبعا ما فيهم يجيبوا أورباط، بس ليش دمج جدا قليل؟ أيوة أوكي. هلأ مرة تانية بنعمل هيك، بنحرك هذا الكارت وبنعمل هيك. يا فضل الدمج تبعي شو قليل. هلأ جبنا التيتين، خلينا نشوف هلأ الدمج اللي رح نعمله شو وضعه. Not bad. الحلو هلأ راح يعيش. هلأ بقى بنعمل هاي، أعتقد المفروض نعمل هاي ولا ما في داعي لإلها؟ صدق ما في داعي. بهلا شو بنعمل؟ أعتقد لا بالأفضل نعملها ونعمل هاي ونعمل هاي. نشوف الدمج. لشخص واحد بس. صراحة ما يعرفان انا راح تكون لشخص واحد بس. فكرت ايه وي دمج. واو واو. ليز حلوة بصراحة، ليز جميلة. بس خلينا نشوف هلا زين. بس عم يجيب التيميتات شايف انا. عارف تضرب يعني. اوكي هلا طيب نعمل هيك وهيك ونعمل هيك. يعفو والله ما في دمج. طب اعطونا كرت للزلمة، اعطونا كرت لإله لنجربه. بدنا نجربه، اعطونا كرت لإله. الزلمة اكل ضرب لحتى قال حاجة. نعمل هيك نعمل هيك و شو نعمل؟ اي صح نعمل هيك نعمل هيك ونعمل هيك. بوس ايدك، اعطيني بس كرت واحد لو خليني نجربه. اعطيني كرت واحد لو خليني نجربه للزلمة. ايوه واخيرا اعطوني كروت له. هلا بقى بنجربه. نعمل هيك نعمل هيك. نحط درع ولا نعمل ستان لهي. اوكي خلينا نشوف هلا شو رح نقدر نعمل. جبنا التيميت مره ثانيه، بس هو اللي جاب التيميت كمان، وما عندنا شخصيه بتشيل الالتيميت لحنا، بس هو رح يشيل الالتيميت لحاله. يونا جنا جنا نوت باد.
اوكي هلا نعمل هاي، نعمل هاي، ونعمل هاي. دام هلا صار عنا كثير كراسات، مدري شو اسمها هاي. دوشتي يعفو، والله دمجه شوي قليل. المشكلة هلا بس هي رح تعملنا ديباف، انا ما نقدر نستخدم حركاتنا لمدة لفتين بالالتيميت تبعها، بس ممكن تموت ترى. انت هيك حتقتل حالك يا ابي. اتش بيو كامل بس حيموت يمكن. لا والله ما مات طبعا. فقد الامل من الجيم، فقد الامل من الحياه. لا الانس حلو، خليها خليها الانس. يا عفو والله الدمج ريدكشن اللي صار عندي شو عالي، بس ما في دمج. شلون تفوز علي ضدك؟ تخليه يمل وينسحب. هذا حاطط؟ لا ما حاطط. هلا اعتقد افضل حل نعمل هيك، نضرب هاي هيك وهيك. والله حلو دمج حلو، بس شو يعني بتخسر؟ هي شلون خسرت الدمج قبل شوي؟ ليش هلا عم تعمل دمج عالي وقبل شوي؟ انه شوف علامة السيف عليها، بس شلون راحت قبل شوي علامة السيف؟ ليكن الاثنين عليهم علامة سيف. ممكن لازم ضل مشغلة يعني مثلا. ها راحت علامة السيف، ها رجعت علامة السيف. السيف شو هي؟ شو هي السيف؟ decreased ultimate move gauge of the attack. اوكي طلعت مو شو اسمه، لكن نعمل هيك، نعمل هيك، بنجمع هدول. لا 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 يلا مو مشكلة. اه دمج عادي. انا كنت اجمع حركات ليز مشان اعملهم بعدين. منيح ممتاز. هذا بوت 100% اللي ضدي. اوكي هلا بنعمل هاي، بنعمل هاي وبنحط درع علينا. لا نعمل هاي، هاي شلنا الديبافات من علينا. 130 جدا قليل. هلا جبنا التيميتو. اه بس شالتها، قلت كنا نخليها معناها مشان نعمل الالتيميت. هلا رح نقتله له، بنحاول نجيب الالتيميت ليز. هلا بنعمل هيك نقتله، وبنعمل هاي، وبعدين بنعمل هاي. شو نقتله هون من الشغلة، شو نقتله. قاتلنا. منيح.
ليز ورا. جبنا التيميتا. شو بتعمل التيميتا؟ انفكت. حلو والله انفكت. increase basic stats by 50%. واو لما نقتلها. لا نقتل ليز. اعتقد افضل حل نقتل ليز. هلا هل فينا نقتل ليز؟ هون السؤال. نعمل هيك. نعمل هيك ونعمل هيك. انا بزيد دفاع اذا شو اسمه. منيح. المفروض نعملها كنا على شو اسمه بس يلا. هلا هو جاب التيمين. منيح عم يروح التيمت لحاله. عم يروح ارباته لحاله. بس جاب التيمت هلا. بس عليه هي يعني هو المفروض هلا ما يقدر يعمل دماج عالي. بعتقد اذا عملنا هيك وعملنا هيك وعملنا هيك المفروض ما يعمل دمج عالي علينا. علينا درع وهو ما حيقدر يستخدم الافكت تبع الحركة تبعه. حلو علينا 6 اوريدي. يعني هلا هي المفروض تعمل دمج عالي جدا. ما قدر يشيل شو اسمه. اوكي هلا بنعمل هيك. ما بنعمل شو اسمه. نعمل هاي وهاي. والله تصدق حتى الدرع ما كان له داعي لانه بدي يقتل حاله. واو واو ما كان له داعي الدرع لانه انا بدي اعمل دمج على حاله يقتل حاله بسبب التيمت ليز. بس هلا فينا نجيب التيمت ليز. يعني بنعمل هاي وهاي وبتجيب التيمت ليز مره ثانيه. قديش راح تعمل؟ nothing. اوكي هلا بنعمل مشكلة انه هلا ما فينا نعمل شو اسمه. والله نحضر على حالنا بلا ما نموت هلا بهي لفة لانه معه كارت جولد بيده. منيح ما راح الدرع. بس هذا هو. هلا بنعمل هاي وبنعمل هاي وبنعمل هيك. دوشتي يا عفو الله جيمين 18 دقيقة. هلا ليز جبارة بس ما بعرف حيضربني يا ترى. حيضربني. ما ماتت؟ شت. اوكي بنعمل هيك بنعمل هيك وبنعمل هيك. هذا هو ال 50% بيسك ستاتس. 47 مع 50% بيسك ستاتس. واو يلا موتي حالك مشان الله. او تموت حالها. منيحني ما شو اسمه ما قتلتني.
هلا ما عاد فيها تعمل شيء. هلا احنا بنجيب التيميت وما فينا نروح له الالتيميت تبعه. اها بدنا نعمل هيك. نحاول نقتله. نحاول نقتله. واخيرا واخيرا مع التونت والالتيميت تبعها قدرنا نقتله. ممتاز. هلا نحاول نقتله ونخلصها. نحاول نقتله ونخلصها. هي نزل الاول ستاتس تبعها. مشكلة عليها ترميل. اتشبينا كتير ناقص. ممكن يقتلنا هلا كلنا. ها بس احنا ناقصين الستاتس تبعه. ما راح يقتلنا. قتل حاله بريفليكشن. يب. يا عفو الله يا عفو الله. جيمين 21 دقيقة. ما راح اكمل بصراحة. يا عفو الله. لعبنا ضد شخص حقيقي ولعبنا ضد شخص مو طبيعي. الفريق قوي بس بنفس الوقت يا عفو الله شو بيطول. يا عفو الله شو بيطول. المشكلة انه هي اعتقد رفتاليا بتعطي قوة لشو اسمه صح؟ increase allies max HP by 300% of the hero's defense at the start of battle. يا عفو الله. لا كتير حلوة. ما فينا نستغني عنها. ما فينا نستغني عن ليز لانه ليز هي اللي عم تعيي. هي عم خيانات اللي ضدنا بالرفليك تبعها. حلوين الجيمين. نلعب واحد ثالث ولا نلعب واحد ثالث بس للتأكد. مش ما فيني شيء لحدا. تيم هيك كتير قوي. هلا تصدقوا شغلة اعتقد والله لا خليه ممكن هن انه بالتونت بدهم يضربوه له اذا طلعنا تونتات. هلا صح هذا الجيم ما طلعنا تونتات كتير بس اذا بالنورمال يعني اذا الطبيعي مثل الجيم الاول طلع لنا كثير تونتس ممكن ساعتها نقدر نقتلهم بالتونت. اوه هذا الفريق اللي بدنا نشوف شو ممكن نعمل ضده. انه هذا الفريق في عملنا انكروشمنت في عملنا شو ما كان. مين نحاول نقتل؟ نعمل هيك. بدنا 10 كروتس. بدنا 10 كروت سيفر مشان نقدر نقتله. قصدي فلود. الو نعمل هيك ونعمل هيك ونعمل هيك مبدئيا يعني. اعتقد هي افضل طريقه. ممتاز طلعنا واحدة تانية. هلا بنعمل هاي.
هذا حيصير عليه انكروشمنت، هاي بدي شو اسمه او صارت عليه مثلا، راح يعيش واتش بيو كامل. اوكي نعمل هاي و نعمل هاي ونعمل هاي، اعتقد هيك افضل حل. هلا جبنا التيميت ليز، واعتقد هاي لفه ممكن نقدر نقتله. نعمل هاي وهاي ممكن نقدر نقتله. ممتاز. هلا مع تهيل و نعمل هاي وهاي. خلينا نشوف هلا. اسكنور ذا وان ورا ليش؟ ليش؟ قصدي التمت اسكنور ورا ليش؟ تكفى فهمني، شو الهدف من اسكنور ورا؟ هلا 6-6 ممكن يقتلنا فريقنا كله، لا والله ما قتل. هو مات. كوريوا دو. كوريوا دو دا. هو لسه علينا الريفليكت؟ اوكي هلا بنعمل هاي نعمل هاي نعمل هاي. امني حاتلنا. ريفلكساتها شغالة. هلا بنعمل ما عنا للأسف. بنعمل هاي بنعمل هاي، ولا خلينا نشوف هاي الضربة ايش راح تعمل، بعدين هاي بعدين هاي. نوت باد، بس هاي للأسف ما عليها. ما قدرنا نقتله، ما قدرنا نقتله. وع هلا باب نقتله اعتقد. خلينا نجرب هاي ليفل 2 مع البيسك اتاك. لحظة نعمل هاي مع البيسك اتاك وهاي، خلينا نشوف دمج عالي شوي. يا فضل 50,000 سيلفر بعتون مع بيسك اتاك زيادة او بيسك اول ستاتس يمكن، ولا بيسك ستاتس هي عندها نفس التيميت ولا بنفس بس بميساكا اعتقد. لحظة صح، مو عندك انت نفس ميساكا كالتيميت؟ الالتيميت تبعها increase basic stats by 50% for 3 turns and inflict damage equal to of defense. اوكي ميكاسا 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 ميكاسا، تعال بقى نلاقي ميكاسا. هلا ميكاسا اكارمان، ميكاسا اكارمان اي هاد ميكاسا، وين عليك؟ increase 50% and deflect damage بس to one enemy هديك to all enemies، ودفاع مو اتاكا وقل طبعا هاي بقى بس. هذا هو فيديو اليوم، ارجوكم استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. شكرا على الخلص، كل جديد مني، شكرا على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.